قضية الطعون والتحركات القانونية يجب أن تأخذ مسعى الدقة. يعني اليوم ما رأيت من قضية تقديم طعون يبدو أنها قد تكون شبه شكلية. يعني نحتاج إلى إعادة فرز كامل للعدوى اليدوي، ونحتاج إلى إعادة فرز الفائزين قبل غيرهم، باعتبار أن هنالك شكوك أمام أسماء كثيرة. لحد الساعات الأخيرة كان عدد كبير من الأخوة اليوم المعترضين هم فائزين، ما تملك من أدلة ووثائق متعلقة بأوراق ثبوتية سواء كانت أقراص أو أوراق محطات، هي تؤكد على أن هنالك عدد كبير من الفائزين تم غبن حقهم. أنا المرشحة على الكوتا الصابئية المندائية قدمت طعن، لأن الأصوات اللي وصلتني أو وردتني مو أصواتي الحقيقية، والدلالة إثبات جمهوري بالاتصالات المكثفة علي، وقدم الطعن وأطالب بالأصوات المفروزة وغير المفروزة، لأن إحنا الكوتا الصابئية المندائية دائرة مفتوحة في كل العراق. موضوعة الانتخابات والنتائج اللي ظهرت يوم يعني قبل يومين يعني حقيقة تشكل صدمة لجميع الكتل السياسية، وحتى بما فيهم المستقلين. يعني تعرفون أنه كانت تتأكد المفوضية على أن النتائج ستكون بعد ساعتين. يعني إحنا كنا نأمل أنه تظهر النتائج يوم 10 10 الساعة 8 مساء، لكنها تم تأجيلها إلى اليوم الآخر.